قسما بالله لنسيك اسمك، واجيب البركين بتاع هادية غالب واتشقلب لك الضحك في السحلية على البحر. شايفه؟ وده اغراء ده ولا تهديد؟ استغفر الله العظيم يا رب. اساسا ما ينفعش نسافر اليمين دول، حدايا صفقة جرارات في مصر. حلو قوي، يبقى تاخد مربوحة معاك. ما ينفعش، انا ده شغل ورايح جرارات. وما الشغل والجرارات ولا مربوحة؟ شوفي، هما التانيين مهمين في الحياة. عموما انا قلت لكم الحل وانتوا احرار، هو ده الحل الوحيد اللي هينقذ جوازكم، زي ما انقذ جوازي انا ومنير. يا دي منير، ها قلت ايه يا كبير؟ ما عشان خاطري. عشان خاطرك انت بس يا عسلية. طلعت متجوزة. ليه يا بنت؟ خلاص هاخدك مصر. عموما انا متأكدة ان دي الحاجة الوحيدة اللي هتنقذ جوازكم، وهتتحسن وهتبقى حياتكم احسن. معلش انا اسفة، ده منير جوزي بيكلمني، اصله بيحب يطمن عليا. الو. يا بيبي. بيبي. لا لا لا، عندي ناس بس ممكن اتكلم دقيقة. قوم يا كبير قبل ما اجرك حياتي. ايوه. طيب انا استاذن. ايوه اذنكم معاكم، اتفضلوا اتفضلوا. وسلمي لي على ابن المحظوظة. حاضر. اقرصني يا كبير، اقرصني، عفسني، ولع فيي. انت مجنونة يا بنت، ايه اللي بتقوليه ده؟ ما بصدقهاش روحي، ما بصدقهاش. احنا هنندل مصر كده؟ نروح مصر بالسهولة دي عادي؟ ياه يا كبير، متخيل؟ متخيل يا كبير؟ متخيل ليه؟ من اللي حاجز؟ فين المفاجأة في الموضوع؟ بقول لك ايه؟ انا بقول لك من اولها جو القروي الساذج ده اللي بهرته اضواء المدينة ما عاوزش اشوفه. عذرني يا كبير عذرني، انا من ساعة ما عرفت ان احنا هنضل مصر وانا الادرينالين ضرب في رافوخي عمل لي فرط حركة. هنروح مصر، مصر ام الدنيا. يا احلى اسم في الوجود، يا مصر اسم مخلوق الخلود، يا مصر نعيش نعيش لمصر ونموت لمصر. اهدي اهدي، الاصفخ الكفه هديك اسبوع قدام. انزل يا بنت اسمعيني زين وركزي معايا، ثم يمين صدك ردك بس. معوش سقف توقعاتك يعلى، جو الانستجرام والفيديوهات اللي عاد تشوفيها، ها والكبلز اللي يتماسوا مع بعضيهم في البول الانفينيتي، والفطار يجيهم على قرعه عايمه يقعد يحذفوا على بعض بلوبيري وكاجو والحاجات دي.